طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الدستور بنقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة بظل نظام احتلال. الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول موضوع وزيرة العدل في العراق الذي أثار ويثير الجدل الواسع في أوساط الشارع العراقي. يعني مع اقتراب موعد انعقاد جلسة البرلمان المقرر أن يتم فيها التصويت على 8 وزراء متبقين في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والتي نالت يعني الثقة في 24 من 220 نائب فقط من مجموع 329. اليوم تتصاعد حدة الجدل بشأن ترشيح شقيقة زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني لتولي منصب وزيرة العدل. مصدر مقرب من المفاوضات، مفاوضات تحالف البناء، أكد بأن البناء الذي يضم فصائل وميليشيات الحشد الشعبي، يعني مع رئيس الوزراء هناك مفاوضات عادل عبد المهدي، أكد بأن التحالف لا يزال يصر على تولي أحد مرشحيه من المكونات لوزارة العدل، وبين بأن حظوظ شقيقة زعيم الميليشيا أسماء سالم لتولي المنصب لا تزال مرتفعة كونها مرشحة الحشد الشعبي عن المكون الكلداني. لفت المصدر إلى وجود اعتراض من قبل عدد من النواب على هذا الترشيح لأسباب مختلفة، يعني اعتبر بأن التصويت على بعض الوزراء واستثناء آخرين يعني يبين إرباك في عمل حكومة عبد المهدي الناشئة حديثا. عضو البرلمان السابق ينادم كنا انتقد في بيان ترشيح شقيقة ريان الكلداني لمنصب وزيرة العدل، وقال يبدو بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يكن لديه وقت كافي للاطلاع على الطلبات ضمن النافذة الإلكترونية التي رشح عليها الآلاف خلال الفترة الماضية. أضاف بأنه هناك يعني الكثير من الكفاءات من حملة الدكتوراه وأصحاب الخبرات من أبناء الشعب الكلداني والسرياني والآشوري رشحوا عبر هذه النافذة ولم يتم قبول أسمائهم. أسماء سالم، من هي أسماء سالم؟ ريان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون، أحد أجنحة ميليشيات الحشد الشعبي، وهي من مواليد 1983، أصغر المرشحين في حكومة عبد المهدي. سيرتها الذاتية، حصلت على بكالوريوس قانون من الجامعة المستنصرية عام 2005، عملت موظفة درجة سادسة في وزارة النفط لمدة 6 سنوات فقط. هذا أبرز النقاط على مرشحة وزارة العدل. عضو البرلمان عن ميليشيات العصائب، خلينا نشوف بالله هذا ايش قال، وهو عدنان فيحان، يقول إن إقصاء بعض الوزراء عن حكومة عبد المهدي في جلسة منح الثقة هو بسبب انتمائهم لتحالف له دور في إفشال المشروع الأمريكي في العراق. عن أي مشروع يتحدث؟ والأمريكان هم اللي جابوهم ونصبوهم، ما أعرف. أضاف بأن فشل التصويت على أسماء سالم لوزارة العدل كانت نتيجة بأنها مرشحة عن حركة بابليون التابعة للحج الشعبي، وأن الاعتراض عليها كان من الشيعة وليس من بقية المكونات، في إشارة إلى تحالف سائرون التابع لتيار الصدري والذي تحفظ على أسماء عدد من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي. في نفس السياق، عضو البرلمان السابق جاسم محمد جعفر أكد في تصريح صحفي بأن تحالف سائرون مارس ضغوطا على عادل عبد المهدي من أجل تأجيل التصويت على عدد من الوزراء، وبين بأن السبب هو أن أحد المرشحين سبق إن كان مع سائرون وانسحب في وقت متأخر. اعتبر بأن حكومة عبد المهدي لم تشهد وجود وزراء مستقلين كما كان يأمل العراقيون، وتوقع أن تخضع
بقية المناصب في الدولة للمحاصصة السياسية. إذن وزارة العدل يراد أن يتولى منها لخريجة قانون خبرتها في القانون، مشتغلة 6 سنوات فقط في وزارة النفط، مواليد 83، خريجة الجامعة المستنصرية، لأن أخوها ريان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون ضمن تشكيلات ميليشيات الحشد الشعبي لازم تصير وزيرة العدل. هذه الحكومة التي يعني تم وعد إطلاق الوعود بأنها سوف تكون حكومة كفاءات وإلى آخره، هاي نسمعها كل 4 سنوات نفس المحاصصة السياسية والطائفية حدثت. يعني هذا أخوها، إذا هي وزيرة عدل أخوها متهم بجرائم ضد الإنسانية في العراق. كنا نتذكر ما حدث في الصقلاوية، ميليشيا بابليون شاركت وبفعالية في مجزرة الصقلاوية، شاركت بأخذ أكثر من 700 رجل وطفل حتى أطفال بيناتهم من الصقلاوية، لم يعرف مصيرهم لغاية الآن، هل هم أموات، هل هم أحياء، هل هم مسجونين، من عرف شنو قضاياهم، ليش أخذوهم. اليوم أخته لازم تصير وزيرة عدل. يعني شفنا إحنا وضعية الحكومة اللي صارت، أطوا وزارة ابن أخت فلان، أطوا وزارة الأخ فلان، أطوا وزارة القرابة فلان، أطوا وزارة إلى 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 المرشح الكتلة الفلانية وإلى آخره، وشفنا اللي صار وآخر الجلسة شلون صارت عركة. اليوم هاي وزارة العدل، طبعا وزارة العدل سيقول لك واحد، هو من 2003 لغاية الآن من الكفو اللي تولى وزارة العدل وقام بفتح ملفات المعتقلين والإسراع بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء والنظر بمن يعني أكمل مدته في السجن وإلى آخره، يعني جعلها وزارة حقيقية، وزارة تستحق هذا الاسم، وزارة العدل. ولكن هذا لم يحدث، ومع الأسف من سيء إلى أسوأ. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة عامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة إلى العراق ليس عظيم، العراق العظيم من كان قبل 2003. نعم. لكن الآن كلها مشيات وكلها أحزاب وإسرائيل وإيران، وهسه هاي الحكومة اللي هسه حكومة عبد المهدي. اما هاي القاضيه اللي هي من 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 منظمه نعم. بدر، يعني من منظمه بدر. ام ازهار اريد اسالك. نعم. اريد اسالك، اليوم الجماعه مصرين على انه هاي البنيه اسمها اسماء سالم اخت ريان الكلداني، يقول لك لازم هاي تصير وزيره عدل. شنو رايك؟ تريد رأيي تسمعني، لأن أنا داسمع متقطع. أسمعك أسمعك أسمعك. أنا داسمع متقطع. بالنسبة إلى رأيي، بالنسبة إلى لكل حكومة اللي شكلت من 2003 إلى هسه، كلها عصابات، كلها عصابات. وهاي من ضمن العصابة، هاي من ضمن العصابات اللي هسه شكلت ويا عبد المهدي. إذا كانت هاي قانونية فهي ليس بالقانونيين اللي كانوا سابقا حكموا على السنة وحكموهم وكلهم بالسجون. هسه دا شوف هاي القاضية، هل راح تفتح السجون وراح تحقق من المظلوم من المظلوم؟ هل راح تحقق انه اكو عدالة بالبلد؟ انا اسأل هذا السؤال إلها راح اسألها إلها. المفروض هي تطلع تتكلم، هي راح تخضع على الظلم الموجود هنا. أنا إذا راح تقضي على الظلم فهي ناجحة، وإذا ما راح تقضي لا، حتى إذا هي من منظمة بدر جائز أفكارها تتغير. لكن أنا من يعني العدل، نعم العدل والقانون يراد لناس له خبرة، على الأقل يكون قاضي يعرف بالقوانين، بأصغر القوانين وبأكبر القوانين. بنية خريجة قانون خادمة ست سنوات فقط في وزارة النفط. متقطع الصوت، كلش متقطع. بالنسبة لهذه ما راح تنجح. أول شيء ما راح تنجح، لأن هي أجبروها أن تبقى بوزارة العدل.
مجبرة، هي مجبرة من 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 هادي العامري وجماعته. وانت احنا انا حكومة كلها فاشلة، يمكن ما تطول لها أربعة أشهر. انا هسه قلتها 4 أشهر ما تطول هاي الحكومة، وفاشل عبد المهدي بحكومته هاي كلها. وهو حكومته كلها. وانا اشكرك. شكرا. ومزهر من بغداد، معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك أخي. هم دولة كلها قادة من الميليشيات عينوهم، هي منظمة بدر، دولة جايين يسيئون للعراق بصورة عامة. يعني هاي مسيحية جابها على العدل، هي مسلمة شو راح تحكم؟ فهم دولة يعني كارثة دولة. بس بغض النظر على الديانة، منظمة بدر معروفة، الديانه مو عائق، الديانه مو عائق. يعني اذا كانت هي تعرف، اذا كانت هي قاضيه وتعرف بالقانون. بس هي المشكله مو هنا، لان اخوها زعيم بالميليشيا لازم هي تصير وزيره عدل. لا خبره عندها ولا خدمه في وزاره العدل ولا تدرجت حتى وصلت قاضي. اخي هاي امه ما دام يعني من جماعه بدر، هو اخوه هذا من ابو الملاهي قاعد بالملاهي، فعرفوه بمنظمه بدر منظمه قدر، فشافوه مجرم وكلب بين كلب. لا بدون تجاوز ارجوك. نعم تفضل. لا والله ما يخالف بدون تجاوز. هم دول يعني عندهم منهج، هذول الميليشيات عندهم منهج، يعني يجيبوا لك الانسان الغير مناسب في المكان اللي ما يعرفه. نعم زين ابو حسن، هم دول كلهم عصابات. نعم شنو رايك بما قاله عضو البرلمان عدنان فيحان وهو من ميليشيات العصاب؟ يقول اقصاء بعض الوزراء عن حكومه عادل عبد المهدي في جلسه منح الثقه هو بسبب انتمائهم لتحالف كان له دور في افشال المشروع الامريكي في العراق. هو لو المشروع الامريكي الجماعه يجون. شنو تعليقك؟ منو نصبهم؟ منو جابهم؟ نعم. هم الأمريكان جابوهم. لذلك هو يعني ضحك هذا. يعني هم بيعرفون حتى المنهج السياسة بصورة عامة. نعم. هم مجموعة مخربطة يعني ما يعرفون، يعني حتى لما واحد يحكي حكاية غير لازم يعرف معناتها. فدول يعرفون يعني ما يتكلم كلمة غير لازم يعرف معناها. هم جابوهم الأمريكان ونصبوهم على على على, على وزارات أو على مناصب. اقتلوا سووا منصب. هم دول يعني. نعم ما ادري. انا اشكرك ابو حسن من بغداد، كان معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا اهلا بك. يعني 15 سنه بيحكمون باسم العقيده الشيعيه. نعم. وطلعت مالتهم ما شاء الله، جيفتهم طلعت 15 سنه. نصب والاحتيال والسرقات والقتل وكل شيء، يعني يريدون يكملون السبحة، يجيبون واحدة لا تتهم بالفقه الإسلامي، كل شيء ما تتهم حرام، تكم من البوك ما تعرفه. زين هاي شلون راح تكون بالعدل؟ وإذا حكمتم بالعدل، إذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل، يا ترى هي بيا عدالة راح تحكم؟ بعدالة العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل راح تحكم؟ تلغيل القرآن من أساسه، على أي أساس هاي راح تحكم؟ هاي على أي أساس؟ هذول مصخمين الوجه، مسودين الوجه، يعني مو كافي جيفتكم تجون تجيبون جيفة اللخ أنتوا، ولك ما تستحون، ولك إذا عندكم ذرة من الغيرة، عندكم الطائفة اليزيدية اللي يعبدون الشيطان يسمون الملك طاووس، على مود تكمل السبحة، جيبوه سووه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحسن يعلمكم الدين، ماكو؟ جيبوه هذا هم يكملوه وياها. زين انت استاذ، انت على اي اساس انت راح تتوقع انه هاي راح تنجح هذه الحكومه او راح تنجح هذه العصابه اللي تريد تحكم بالتوراة وبالانجيل وتحكم بالعقيده المجوسيه؟ على اي اساس هاي راح تنجح هذه الحكومه؟ هذه العصابه انتم تسموها حكومه، انا اتاسف اقول حكومه، لكن عصابه بمعنى الكلمه، قسما بالله العظيم الايام القادمه سود عليهم شاءوا ومضوا. بس انتظر، السياسة الاستراتيجية الأمريكية ما تغيرت ضد إيران إلا لسبب واحد، لسبب عظيم، هو تغيرت أمر من الله سبحانه وتعالى،
ما تجي اعتباطا تتغير السياسه الاستراتيجيه الامريكيه ضد ايران، هيك تجي اعتباطا الا اكو سبب، هو سبب عظيم من الله سبحانه وتعالى. والايام القادمه ترى انطيك معلومه استاذ، قسما بالله العظيم ترى اهل البصره واهل الجنوب والوسط خاصه الطائفه الشيعيه سابقا من كانوا يطلعون مظاهرات، اما تلقاهم مظاهرات مؤيده لاحزابهم الشيعيه هاي التعبانه اللي طلعت جيفتها، او تلقاها مظاهرات معارضه سياسيه للاحزاب الشيعيه الاخرى بقياده هذا المنغولي مقتدى الصدر. هذا المنغولي ماكو اللي يضحك عليك، ودائما وابدا كنت اقول عليهم، اقول لكم على قناتكم هذا ترى يضحك عليهم، هذه المظاهرات كلها كاذبه لاغراض سياسيه الى ان انكشفت اللعبه مالته. هذا المنغولي الان المظاهرات اللي دي تطلع بالبصره قسما بالله العظيم ما تحركها الا المخابرات الامريكيه، هي اللي تعرف شلون تحركها بالذوله، وهذا انتظر باكر عقبه ورا محرم ايش راح يسوون، ايش ما راح يسوون المخابرات الامريكيه تعرف. هذا هو سبب تغير السياسه الاستراتيجيه الامريكيه ضد ايران وضد حلفائها بالعراق وبسوريا وبلبنان وباليمن. خلاص انتهت هذه المظاهرات ما تطلع. ابو البصره 15 سنه انت راضي عليهم، ليش راضي عليهم؟ لان الفقير بيكم مليونير يا اهل البصره ويا اهل الشيعه، انتم الفقير عموما الفقير بيكم مليونير، شلون مليونير؟ مليونير بالاموال العراقيه الدنانير العراقيه، الشرطه بيكم والجندي والميليشياوي قسما بالله العظيم ما كلهم ابو عمر 50 مليون و60 مليون نتيجه السرقات ابو عمر خاما كلهم نعم استاذ ما معقول السرقات والرشاوي اي بس مو يعني هل يعقل انه هو مرتاح ماديا يطلع مظاهرات يا ابو عمر؟ استاذ هذا الماينوش العنب شو يقول عليه حامض قاعد لي خده وخدد بالبيت يريد الفلوس تجي حاضر تجي ماكو وظائف اصلا استاذ ماكو هذا لعبه امريكيه تعرف شلون تلعبها شلون تدغدغهم شلون تحركهم هاي المخابرات الامريكيه هذه تقلب الاول والتالي هاي تحاصر الصين تخسرها 200 مليار تحاصر لا. روسيا اقتصاديا ما تقدر تلعب على اهل البصره يا شنو اهل البصره ايش عندهم يابا عندهم صواريخ نوويه ايش عندهم ذول اهل البصره عندهم نفط النفط سلسله النفط من البصره النفط مو لهم النفط الامريكي النفط الحراميه النفط اللي من عندهم وفيهم هاي الشيوخ العشائر اللي ساكته تلقاه اما يشتغل بالمخدرات تاجر واما تلقاه تجينا رشاوي. اشكرك ابو عمر من السليمانيه كان معنا. دائما ناكد اعزائي المشاهدين انت اليوم تطرح رايك، انت ليش تتجاوز تقول فلان كذا وفلان كذا؟ اوكي اذا انت زهقان يعني ما مسموح لك انت تتجاوز على اي شخص عدو كان لك او صديق، يعني خلينا نرتقي دائما ناكد على هذا الشيء. يا ناس يا جماعة الخير ما يصير احنا نتجاوز، اذا نريد نرتقي اذا نريد نتقدم بالبلد اذا نريد نبتعد عن هذه الوجوه اللي سرقت البلد واللي تدمر بالبلد احنا ما نجي نتجاوز على اي شخصية سياسية او شخصية دينية، ما يصير هذا الكلام. دائما نأكد يا ناس يا معودين لا تتجاوز، لا خلق المسلم ولا خلق العربي ولا خلق الانسان تسمح لك بالتجاوز. انت جاي اليوم كل ما تتصل والله كذا هذا من هيك من عنده هذا شكله كذا هذا ما يصير، يعني ما يصير حتى لا يجوز لا شرعا ولا خلقا. ارجوكم يعني ارجو من المتصلين عدم التجاوز على اي شخصيه سياسيه انت ما تحبها تسميها انت ميليشياويه الى اخره، اطرح رايك قول هذا مثلا سوى كذا هذا تولى الوزاره كذا في فترته عمل كذا لم تنجح الوزارة هناك إحصائيات هناك تقارير تتحدث، اطرح رأيك بشكل صحيح. إذا احنا نبقى هيك سب وغلط ما راح نتقدم خطوة لقدام. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. أبو فيصل موجود؟ أبو فيصل انقطع الاتصال مع أبو فيصل. إذن أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. خلونا ننتقل الى مواضيع اخرى. يعني قبل الفاصل كنا نتحدث على مرشحه ميليشيات الحج الشعبي بالتحديد اخت ريان الكلداني لوزاره العدل. اليوم مواطنون من محافظه ادياله انتقدوا اهمال الحكومه والوضع بدياله وضعف الخدمات، وصفوه بوضع ماساوي خلال 15 سنة مرت على محافظة إديالة. خلونا نستمع إلى بعض آراء وردود المواطنين في محافظة إديالة ونرجع لكم. إنسان عايش في أزمة لأنه الخدمات غير متوفرة، والإنسان يعيش دائما في حالة قلق وطوارئ. أولوياتنا أنه عودة النازحين، لأن هذا حق مشروع، لأن هم خرجوا من ديارهم بدون حق ويعيشون ظروف صعبة جدا. تبليط الشوارع، الخريجين إن شاء الله ريتهم همنا شوي بك، التعيينات موجودة، التعيينات ما في العالم تعبت، أغلبيتهم عمالة بعمالة. نعم، يعني مواطنين من محافظة ديالة يتحدثون عن الوضع في المحافظة. اليوم هم ذكروا موضوع النازحين. اليوم الأمم المتحدة، يعني ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في العراق برونو غيدو قال بأن أكثر من 2 مليون شخص ما زالوا نازحين ويواجهون مشقة تتزايد في ظل غياب الدعم وقلة الموارد، وأضاف بأن المآسي التي سببتها المعارك في العراق ستستمر لوقت طويل، كما أكد بأن إعادة الإعمار والبناء لن تتحقق في الوقت القريب. لن تتحقق، أكثر من 2 مليون نازح في العراق، ويعني قلة الموارد وإعادة الإعمار والبناء لن تتحقق في الوقت القريب، هذا ما أكدت عليه الأمم المتحدة في العراق. معنا اتصال، أنا ما سمعت الاسم. أبو أيوب من هولندا، تفضل أبو أيوب. الله يسلمك أخ عمر، حياك الله يا أهلا بيك. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يخليك. أخي بالنسبة للوضع اليوم، يعني على مود وزارة العدل، نعم، اللي نصبوها جديدة بعدها هم ما اختاروها. نعم. ايه اليوم، نعم، الحديث يقول لك يعني ما قبلوا عليها، اكو اعتراضات، بس الجماعة مصرين على انه تكون هي هاي وزيرة العدل. هسه يقول لك واحد يبقت على هاي، ما هي الحكومة كلها يعني ناس اللي أخير. الوزارات ال 14 يقول لك اللي استلم منصب في الحكومات السابقة وما اثبت اي جدارة في منصبه. هناك يعني تشوف انت على مواقع التواصل الاجتماعي يا اخوي ابو ايوب، نعم، يقول لك هي بقت عليها، هي خربانه، وين اكو دوله بالعراق، وين اكو حكومه. احسنت والله يا اخي، هي هذا عباره رأي الناس. كثير عباره الناس. والله يا ابن الحلال، هي عباره عن سراق ولصوص ومحسوبيه ومنسوبيه كلها بواسطات. البارحه اكو شذا العبسي مدري منه، ويا واحد شمري يبيعون يشترون بالمناصب. اخي والله، نعم، العظيم هذه ضحك على الدكون، يضحكون على الشعب العراقي، الشعب المسكين الفقير. اخي هم شرفاء ونزيهين، خلي يطلعون السجون، يطلعون العالم تهجرت. وهسه بالوقت الحاضر ديال لسه تتهجر، هذا شيء جديد. منو يهجرون؟ فئه اخي، فئه يهجروها، هي فئه اهل السنه. يعني حتى تصبح امبراطوريه الفارسيه، قم نفسها راح تصير بالعراق، قم المجوسيه راح تصير بالعراق. فيا اخي والله العظيم اني بالنسبه لي اني خارج العراق، ولكن قلبي على بلدي. والله العظيم والله الى الشعب العراقي يظل على هذه، فلا يخلون زلمة بيت، راح تصبح دوله مجوسيه 100%. يا اخي يا وزاره عدل، هي كل الوزارات فاسدين، هم كلهم فاسدين. يعني لا. يا اخي العزيز، يعني اكو مثل يقول ابيضهم نقص، هذول ابيضهم نقص، ما بيهم واحد شرير، واللي هم الشرفاء كان تبروا من المناصب كلها. لا. اخي المناصب تنباع بمئات الدفاتر. البارحه شذا العبوسي، شذا العبوسي، وحتى مكالمه هاتفيه يعني مصوريها وناشريها على الفيس. يا اخي هذا الفساد، الى متى الشعب العراقي يصحى على نفسه؟ يا اخي والله العظيم البلد الى الهاويه، والله الفساد في ألف راح يصير. نعم يا أخي والله العظيم، يعني أنا أناشدهم كعراقي وقلبي على بلدي،
والله العظيم لا. اذا ما يقومون ثوره من الجنوب الى الشمال الى الغربيه، انا اشدهم وانا لهم ناصح، والله العظيم الوضع راح يتازم ازيد وازيد وازيد. وليس اكو حكومه لا. اخي ماكو، عباره عن ميليشيات ولصوص وسراق، والله العظيم باعوا البلد يا اخي، باعوا البلد والله. نعم يعني حسبي الله ونعم الوكيل عليهم يا اخ عمار. ونعم بالله. ابو ايوب انا اشكرك كان معنا. نقرا رساله واتساب، يقول اخي دور المرجعيه من هذه المرشحه اخت الكلداني هذه، يقول هذا الملطخ يده بدم الابرياء. يقول الى متى يستخفون بالشعب هؤلاء تجار الدين واللصوص؟ يعني في العراق خلصوا المثقفين والشرفاء، بقوا بس، يعني ما نريد نذكر هذه الكلمه، نتجاوزها. دائما ناكد على 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 يعني يجب عدم والابتعاد على السب والشتم، رجاء رجاء يا اخو، رجاء في الرساله وبالرسائل يدز لك مثلا مقاطع فيديو، احنا نريد رايك، اكتب لنا رايك. يدز مقاطع فيديو مثلا او صور، شو نسوي بيها؟ نعم، هاي رساله طبعا موجهه الى ابو عمر، يعني مضطر اقراها، من البصره. يقول السلام عليكم، يقول هذا ابو عمر واحد يحب يسوي الطائفيه، لا ما يحب، يعني خلينا نكون صريحين، هو الرجل متصل بالقناه، يقول يشوف نفسه قاعد بالسليمانيه ويريد يعم على السنه الساكنه بالجنوب. هذا اهم راي له، وحق الرجل انه يتخوف من هذا الشيء. يقول حسباله مرتاحين اهل البصره، بس الواحد ما بي دحيله، وهذا هذا واقع العراقيين كله من الشمال الى الجنوب. احد يقدر يحكي في الشمال، احد يقدر يحكي في الجنوب؟ هسه يقدر واحد يطلع معارضه في كردستان العراق؟ ما يقدر. مجبورين نعيش بالبصره، صحيح ما عندنا فلوس، بس ساكنين بدون ايجار. عم الحال وضع العراقيين كله ماساه، خلونا نرتقي بالحديث، نرتقي بالحديث. اذا انت معصب وتريد تطلع السب وتشتم، لا تتصل، لا تتصل، لأن أنت راح تعم على غيرك. اطرح طرح يعني عالي المستوى، أو اطرح طرح واقعي، يعني ما نريدك مثلا تكون أنت مثلا دكتور حتى تتصل، ما لها علاقة. أنت مواطن، أي مواطن، مواطن أمي، مواطن ما تقرأ وتكتب، مواطن دارس، اطلع وتكلم بلغة وبلهجة مفهومة بعيدة عن التجاوز. خلينا نشوف رسالة أخرى. إخوان، رسائل صوتية ما نقدر نعرضها بالبرنامج ولا اتصال على الواتساب. ابعث رسالة واضحة من سطرين من ثلاثة نقدر نقراها. شاركنا برأيك حول موضوع الحلقة والوضع اللي موجود في العراق. نعم، معنا أبو محمد من بابل. تفضل أبو محمد من بابل. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شلونك أستاذ عمر؟ يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. الله يحفظك، الله يحفظكم، وإن شاء الله قناة الرافدين ما مقصرة طبعا، أنا أتابع دائما برامجها. الله يسلمك. تهتم بأمور الشعب العراقي ككل، وإن شاء الله الله يوفقها. بس أنا مشاركت عن، يعني لا تسمح لي أشارك في هذا البرنامج. تفضل. عن نعم. الاوضاع اللي هي تدير بالبلد كلها. نعم. عن الحكومه، عن ماشي، خليني يعني اسالك. نعم، خليني اسالك. خليني اسالك بالبدايه، انت برايك كمواطن عراقي ليش يصرون على هذه المرشحه؟ لان اخوها ريان الكلداني وهو قيادي في ميليشيات الحج الشعبي، يعني هاي خلصت اخي، خلصت يعني. ماشي اوكي، من عندهم هي محاصصه، يعني الها مثلا ما عندها اي خبره، اي خبره ما عندها في المجال القانوني. اذا تسمح لي، اذا ترجع للحكومه، هي كلها ترى حكومه ما عندها خبره. نعم. يعني حكومه كلها جتي من خارج العراق، جابوهم مجرد يحكمون هذا الشعب ويسلطون عليه، ترى هم ما بيهم وطنيين. يعني اتمنى اشوف لي واحد بيهم وطني عنده غيره على هذا العراق، عنده غيره على الوطن، عنده شويه حرقه اللي جاي يصير بالعراق، اللي الدمار والاذيه اللي الشعب يتاذى بها، والقتل والحروب اللي مروا بها، هاي كلها سببها هم. ما عندهم يعني هم ما عندهم كل غيره على هذا العراق. هم عصابات اجوا فقاموا
يرشحون هذا عندهم مصلحة ولا هذا بحزبهم هذا ما شنو، ويخلوه هي السلطة تداولت بين عصابها التحالية بين عصابها، ما جاي يلزمها عراقي يحكم هذا العراق من ضمير. نعم عرفت شلون استاذ؟ فهذه الحكومة ما أشوف من عندها خير أنا ولا أتأمل من عندها خير صراحة يعني. نعم زين حكومة يروح فلان اجى فلان ونفس المسير، هم مجرد عصابات يعني لنهب الخيرات العراق. ابن عمه جابه خلاه، قرايبه ويا بالحزب خلاه، فهي هاي يعني هاي تداولهم للسلطة. نعم أنا أشكرك، أشكرك محمد من بابل. معنا اتصال حيدر من السماوة. انقطع اتصال مع حيدر من السماوة. العفو. الرسالة يقول أخ عمر، أيهما محتاج الدعم والمساعدة والأجر، سيدنا الحسين أبا الأحرار وهو في جنات الخلد أم الفقراء والنازحين والمهجرين والأيتام والأرامل والمسجونين؟ أين تجار الدين من هؤلاء؟ أين الدين وأين الإسلام؟ نشكوك يا الله، هل يرضى آل البيت سفك دماء الأبرياء وتهجيرهم؟ تساؤل يطرح هذا التساؤل. رسالة أخرى، الوضع في العراق يقول عموما وهذه الحكومات خصوصا هو واقع يوصف بالمأساة الحقيقية، صعب وصفها لمعاناة العراقيين من عدم توفر الخدمات للشعب وعدم إيفاء بالوعود الحقيقية. الحكومة لم تركز على موضوع معاناة أهل العراق، وأزمات كثيرة لم تحل، 15 عاما هي العمر الحقيقي لواقع البلد في ظل حكومات محاصصة طائفية لم تعمل على توفير جميع متطلبات الحياة الكريمة. مبروك من الإمارات. حيدر من السماوة عاود الاتصال معنا، تفضل حيدر. ألو. تفضل اسمعني حيدر. الله يخليك. السلام عليكم استاذ. عيني حيدر، اترك التلفزيون الله يخليك، اسمعني من التلفون مباشرة. نصي السلام عليكم. نصي للأخير التلفزيون، نصي للأخير. علي 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 نصي نصي علي التلفزيون. نصي للأخير. نصي. الله يسعدك أستاذ. حياك الله يا أهلا بيك. شلونك أستاذ؟ الله يسلمك الله يخليك. أستاذ بالنسبة للموضوع. نعم. بالنسبة أنا عندي موضوع أشمل يعني أشمل. بالنسبة نعم. للاحتلال. نعم. ما يسمى بداعش. هي منظومة لتدمير المنطقة الغربية. نعم. منظومة لتدمير المنطقة الغربية. نعم. وداعش هاي أمريكية إيرانية إسرائيلية لتدمير نعم. المنطقة الغربية، رموز المقاومة الوطنية. نعم. اللي قاومت الاحتلال. نعم. لتدمير المنطقة الغربية. أي لأن الناس الوطنيين اللي يردون يصنعون العراق هم الغربية. فهم انسحبوا نهاية 2011 بما يسمى بيوم السيادة، أبرسوا المنطقة الغربية ورجعوا لهم بقناع داعش في سبيل تدمير هاي المنطقة. نعم. اجوا اللباس او بوجه طائفي. نعم. فالمنطقه الغربيه كلها رموز، هي رموز المقاومه من 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 القاده والطيارين وصناع الدوله. هذا اللي رايي تنقله لك بعد ما ادك شنو تحفظ فيه. نعم. شنو رايك؟ اي استاذ. اريد اسالك، احنا كان موضوع حلقتنا اليوم يعني على وزيره العدل مواليد 83، عندها بكالوريوس قانون، اخوها ريان الكلداني، الجماعه مصرين يخلوها وزيره عدل، شنو رايك؟ وزاره العدل وزاره حساسه، ما ممكن ان تديرها مره. وزاره العدل وزاره ما ممكن ان تدار من قبل مره. نعم. يقول لك ما ممكن. نعم. لانه حيدر هم يقول لك الزلم وقرارات وفقرات. نعم. هم يقول لك الزلم سوى بالسنوات السابقه يعني هي يديرها رجل عنده اكسبيرينس. نعم. عنده حنكه، عنده تجربه. بالضبط، لازم يكون
الشخص عنده خبرة في هذا المجال، إن كانت امرأة أو رجل. لا ما يصير هاي، ما ممكن، أو ما عدا كسبيرينس ما عدا سادي. كيف؟ نعم. أنا أشكرك حيدر من السماوة، كان معنا اتصال أم دنيا من تركيا، تفضلي أم دنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أخي العزيز؟ أهلا وسهلا بيك. أخي العزيز أنا أردن طرأي بهذه الحكومة اللي شكلوها جديد. تفضلي. وين المرجعية؟ وين الأخوان اللي قالوا المجرب لا يجرب؟ شو نفس الوجوه؟ نعم. نفس الوجوه وما تغير كل شيء ببلدنا. شنو ذنبنا احنا مهجرين صار 6 سنوات و7 سنوات والى متى نبقى احنا متبهدلين ومتهجرين؟ لا ان وطن ولا ان صوت بالعراق ولا ان اي يعني اهميه. هجرونا وطلعونا وخلونا بالدول، يعني احنا بلدنا ايش ما نشوف برا؟ بلدنا يبقى هو العزيز ونحن له والأهلنا والجوارينا والأقربانا، إلى متى نبقى هيك؟ يا أخوان انهضوا، ثوروا على الباطل، خلي يظهر الحق. واني أتمنى يعني أنه العراق ما أنه يتطور وعراقنا للأحسن مو للأسوأ يا أخي. لا. والله من أشوف التلفزيون يعني أسمع قهر. أنا بغربة بعيدة عن أهلي عن ولدي عن بناتي، يعني إلى متى نريد الوضع ده يصير يعني للأحسن حتى نرجع لأهلنا ولبلادنا؟ نعم. يا أخوان اللي يسكت على الحق شيطان أخرس. نعم. يعني إحنا لازم 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 نتكاتف ونصير إيد واحدة، شعب وجيش وشرطة، حتى نقضي على الفاسدين على السراق. وما أريد أقول منهم يعني وزيرة العدل، يعني ماكو وحدة أحسن منها أو عندها خبرة أو تكون عادلة. صحيح هذه كل شيء ما عندها، شنو يعني؟ وإذا أخوها بمنصب أخوان يعني لا. لازم العراقيين شوية يعني كلهم يعني يتفتحون يعني يكونون لا. للأحسن مو للأسوأ يا ابني. نعم. يعني ما ادري شو اقول، والله ما اعرف الى متى هذا السكوت، الى متى؟ نعم. كافي. واني اشكرك جزيل الشكر لك. شكرا جزيلا ام دنيا من تركيا كانت معنا، شكرا لك. رساله اخرى يقول فيها السلام عليكم، يقول فيما يخص وزاره العدل هناك تقارير كثيره تحدثت عن ان ريان الكلداني كان له دور كبير في اجبار والضغط على المسيحيين في الكثير من المناطق في العراق بالاجبار والاكراه على بيع دورهم وممتلكاتهم بسعر بخس لصالح قادة الميليشيات، ومعروفين هم وما استخدم أخته لهذا المنصب إلا لأجل تثبيت وتسوية معاملة نقل الملكية وجعلها رسميا، وهذا بعلم عادل عبد المهدي، وما خفي كان أعظم، ولذلك الإصرار كان على أن تتولى هي وليس غيرها حقيبة العدل. أبو نور الحسن من بغداد كما يعني قال. اليوم التقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعني ذكر تقرير صراحة خطير، يعني مع الأسف يوميا احنا يعني نريد نطلع لنا بخبر مريح ماكو. يقول العراق يخسر سنويا 250 كيلو متر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة كل عام. 250 كيلو متر مربع العراق يخسر كل عام بحسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يقول وهو ما ينذر بنزوح أكثر من 4 ملايين عراقي خلال السنوات 8 القادمة. أوضح التقرير بأن ارتفاع ملوحة المياه، وهذا اللي نشوفه احنا بالجنوب في جنوب العراق، أدت إلى عرقلة معيشة المزارعين وانحسار المزروعات، وهو ما تسبب بموجة كبيرة حيث اضطر 4000 شخص العام الماضي إلى النزوح من جنوب العراق بسبب أزمة المياه المالحة. نتائج فحوص قام بها المجلس النرويجي للاجئين يعني أظهرت أن عددا من مناطق البصرة قد تأثر سلبا من خلال زيادة ملوحة المياه، ما أدى إلى توقف إنتاج الخضروات بشكل كبير. يا جماعة 250 كيلو متر صالحة للزراعة
تنتهي في العراق، تنتهي في العراق، وهذا يهدد نزوح 4 ملايين عراقي، يعني 4 ملايين عراقي في مناطق زراعية، مزارعين، فلاحين خلال السنوات الثمانية القادمة، هذا بحسب تقرير الأمم المتحدة. يعني الجماعة ما شاء الله ما قصروا على جميع الأصعدة، الفساد على جميع الأصعدة، الدمار على جميع الأصعدة في كل مناطق العراق، في كل مناطق العراق. يعني هذا الجنوب اللي على أساس هم يمثلونه وهم يعني أصحاب الحكم اليوم، اليوم شوف الوضع في الجنوب وضع مأساوي. يعني إذا إحنا مننا إذا كل سنة نفقد 250 كيلومتر، هذا عدد اللي فاقدينه إحنا قبل، وعدد البساتين اللي تحرق وحرقت في دياله وغير دياله، وعدد هجرة الفلاح. اليوم إحنا عندنا الفلاح إن كان في الجنوب ولا غير الجنوب ما يقدر يدخل بضاعته إلى بغداد. يعني إحنا شفنا تقارير والتقوا في ناس فلاحين يسأله يقول له أنت ليش هذا الرقي مالتك مثلا، يعني إذا تحدثنا على الرقي، ليش ما تدخله إلى بغداد تبيعه؟ يقول له والله ما يقبلون السيطرات. ليش؟ يقول له والله محصورة بس بالمنتج الإيراني، ممنوع يدخل من أي محافظة. وترك الفلاح شو يسوي؟ اللي قدر يوزع شو يوزع؟ يعني يوزع طن طنين، والباقي إذا هو زارع كل قاعة مثلا بهذه المادة، تخيل ترك الرقي وغير الرقي تركه في الأرض حتى أنه انتهى الزرع حتى يدخل المنتج الإيراني. يعني مخطط كبير على البلد واضح، وده نشوفه يوميا. يعني فضل اقتصاد الأجنبي، صح هو هذا الأجنبي بالنسبة إليه هو الداعمة وهو اللي حاميه، بس شوف إيش دا يصير، شوف إيش دا يصير بالبلد. دا يفضل ويدعم الاقتصاد الإيراني على حساب اقتصاد البلد، على اقتصاد الاقتصاد الوطني والمحلي، على حساب الفلاح العراقي والمزارع العراقي. شفناها والله مقاطع يعني مؤلمة جدا، مؤلمة جدا. معنا اتصال أم عماد من الموصل، تفضلي أم عماد. أم عماد أخويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أخويا نحن أريد أن هاي يسوي لنا صار حال على مود ولادنا معتقلين. نعم صار مش قال معتقلين، كم لي أم عماد، كم لي سولفي. اي والله نحن نريد تعمل لنا سيري هاي، احنا من اهل الموصل، يعني نحن تهجرنا وتعبنا وشفنا اشكال والوان ضيم، ها احنا نعم. من الجانب الايمن يعني حيات تعبانين، وضعيتنا تعبانه، ويلادنا ما نعرف وين صاروا، طلع نعم. بدرال السيارات الكبار يعني كل كم يوم يجيبون بحث المفقودين ويسكتون، يعني علف يجيبون بحثهم ويسكتون. نعم صار لهم ايش قد من اخذوهم؟ والله لا هي صار لهم سنتين وما سنتين وشهرين كل شيء ما نعرف عنهم اخويا. نعم اعتقلوهم لو بقوا بالمدينه وما تعرفوا مصيرهم. هو طلعوا على طريق بغداد، الرمادي بغداد، وين صاروا ويلادنا وين صاروا؟ نعم لا هم ولا السيارات ما موجودين، يحشون الحكومه يجيبون بحث المفقودين ويرجعون يسكتون، يعني ما يصير غير تعملون شارة حال تدورون عليهم تبحثون عنهم شو وينهم. نعم شو هاي الحكومه الجديده ايش راح تسوي؟ والله يبدي يا اختي كل شيء ما راح تسوي الى الله المشتكى. نعم زين يعني راجعتوا مراكز شرطة جيش قالوا لكم موجودين؟ لو ما يعرفون، لو هم قالوا لك ما نعرفهم ما ندري بيهم وين. أم عماد تسمعيني؟ والله نحن نروح نسأل ببغداد اللي حاسبة يقولون ما موجودين يقولون لنا أنتم ضعيفة، نقول نريد 4 دفاتر، ماذا يقول نريد 30 ورقة؟ لا إله إلا الله. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم والله هذه حتى يعني طيبيتي نفس البيع تبيعه ورا طلعني أصفتني، بس يعني يضحكون علينا، يعني فحصات الحكومة فاشلة غير يطلعون ولادنا شو وينهم يدورون عليهم، يعني وين صاروا؟ نعم
الله يعينكم عماد، الله يفرج عنهم يا رب العالمين وعن جميع المعتقلين الأبرياء. أم عماد من الموصل، هاي حالة من 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 مئات الآلاف، وليس الآلاف في العراق، من مئات الآلاف في العراق. يعني أصلاً هم ما موجودين بالحاسبة، تعال اعطينا 4 دفاتر حتى نشوفهم وين، شوف وين وصل بينا الحال. أي عدين نتحدث عنه في العراق، وأي زراعة وأي مياه وأي إصلاح في ظل هذه الحكومات اللي جتنا في العراق، هذه البلوى يعني نريد هيش نحكيها. يعني أبداً لا يوجد أي 1% من الأمل في هؤلاء، مستحيل مستحيل. يعني 15 سنة جربهم الشعب العراقي وما زال. شوف الوضع، يعني إذا تحدثنا بس على الرشوة في دوائر الدولة العراقية في كافة الوزارات، مستحيل تدخل أنت إلى دائرة أو وزارة ما تدفع رشوة، ما تقدر، معاملتك ما تمشي، مستحيل. شوف هذا اللي وصل هناك. يعني إحنا نسمع من أصدقاء وأقرباء يعني يتحدث عن 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 أنه يدفع دفاتر حتى ابنه يطلع معتقل بريء، بعدين يكتشف أنه أصلاً ميت في السجن، ميت ودافنينه، هو ده يدفع دفاتر. هذا الحال اللي وصلنا له في العراق. يعني وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن مرشحة الحج الشعبي أخت ريان الكلداني والإصرار عليها، وتحدثنا عن ملفات أخرى. نلقاكم يوم غد إن شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.